المعلم الذي يعاني التهميش بدلا من التكريم، المعلم الذي يجد من يستهدفه في عصب قوت يومه وحياته ومعيشته، المعلم الذي لا يجد إنصافا في عراق اليوم مع الأسف بحسب ما كتب ودون الكثير من النشطاء العراقيين، إلى تظاهرات محاضري محافظة القادسية المستمرة بالمناسبة ودخلت أسبوعها الثاني، وهذه التظاهرات هدفها مطالبة وزارة التربية بإنصافهم. كلا للتهميش، كلا للتهميش، أين حقي بالتعيين؟